وينضم إلينا عبر الهاتف موفد قناة الرافدين إلى الأراضي المقدسة الزميل محمد شقير. أهلا ومرحبا بك محمد، بداية في ثالث أيام التشريق، صف لنا الأجواء وأداء الحجيج لمناسك الحج في هذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله، فالحية عليكم السلام متابعي قناة الرافدين، وكل عام وأنتم بخير. بفضل الله تعالى انتهى الحجاج في ثالث أيام التشريق من رمي الجمرة الأخيرة لمن هو متعجل من الحجاج، وبقي إلى هذا اليوم. انتهوا مع مغرب اليوم برمي الجمرة الأخيرة، وقاموا بالنفرة من مشعر منى وجمرات إلى مكة المكرمة، لينهوا بذلك آخر مناسكهم في حج هذا العام 2018 ميلادي 1439 هجري في المملكة العربية السعودية. يقوم الحجاج بعدها من يريد الخروج خارج مكة بالقيام بطواف الوداع، ومن ثم الخروج خارج المملكة العربية السعودية للانتهاء من مشاعر الحج لهذا العام. من خلال معايشتك وأدائك لمناسك الحج لهذا العام، هل صادف الحجيج أي معوقات في أثناء أدائهم لمناسكهم؟ أفعل بشكل عام لم يصادف هذا الحج في هذا العام أي مشاكل تذكر فيما يخص موضوع تسهيل أمور الحجاج وموضوع سير الحجاج من جميع المشاعر إلى مكة المكرمة وأداء المناسك بشكل عام. جميع ما ذكر يعني عبر الرسائل التي تصل الينا الى الهواتف النقاله في خطوطنا السعوديه، يصل الكثير من الرسائل التي تشيد بدور الحجيج صراحه قبل القياده العامه في السعوديه باداء مناسك الحج، وتعاون المقيمين والوافدين الموجودين في المملكه العربيه السعوديه مع القوات الامنيه في تسهيل امور الحجيج هذا العام. وزارة الإعلام السعودية إنجازات، تتحدث وزارة الإعلام السعودية وتتحدث جميع الوزارات الحج خاصة عن إنجازات قامت بها في هذا الحج هذا العام على جميع الأصعدة، أيضا الدفاع المدني وقوات الطوارئ الخاصة وقوات الشرطة السعودية هنأت الحجاج أيضا وهنأت جميع أقسام الوزارات بنجاح الحج هذا العام. أيضا يذكر أن الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي البارحة عند صلاة المغرب هنأ الحجاج بإتمام المناسك لمن هو متعجل للخروج من منى وإنهاء مناسك الحج، وبذلك أنهي هذا الحج هذا العام. ختاما، ماذا تبقى من مناسك الحج ليختتم الحجيج مناسكهم ويتم حجهم؟ أسأل، المناسك بفضل الله انتهت كما ذكرت لك، اليوم هو آخر يوم للمتأخرين في رمي الجمرات، لم يبقى امام الحجيج كما ذكرت الا فقط الخروج من مكه المكرمه واداء طواف الوداع لمن هو غير مقيم في مكه المكرمه، فيطوف طواف الوداع ومن ثم الخروج وانهاء مناسك الحج هذا العام. نعم، موفد قناه الرافدين الى الاراضي المقدسه الزميل محمد شقير، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.